أولا هذا الإنسان الذي يكتب طبقا لهواه، فالذي يكتب طبقا لهواه تبعا لما جاءت به نفسه الأمارة بالسوء، ويذكر الناس بالسوء ويتكلم ويدعي أنه هو الوحيد الذي يعرف الحقيقة أو يملك الحقيقة. الله عز وجل أمرنا في القرآن وقولوا للناس حسنا، فالإنسان يجب شرعا أن يكون كلامه حسن وفعله حسن قوله حسن، يتطابق الفعل مع القول. مشكلة المسلمين الآن أن الفعل يختلف تماما عن القول، كلنا نستطيع أن نتكلم ونقول كلاما طيبا ونتظاهر بكذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه هي الآفة الحقيقية للمجتمعات المسلمة، أن الإنسان يقول ولا يفعل. فوسائل التواصل أنا عندي يعني هذه والله تشبيهات صعبة جدا لها، لكن الإنسان يجلس في بيته ثم يدعي أشياء وأنه كذا وفلان كذا وفلان كذا وأنه يملك سيديهات وأنه يملك كذا، هذا كله كذب وبهتان عظيم ما أنزل الله به من سلطان. عليه أولا أن أنصحه أن يتقي الله ربه،